العقيدة وأثرها في الأمة الإسلامية. فأقول لا بد أولا أن نعرف ما هي العقيدة. العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، المدبر لجميع الأمور، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينكر. الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليها الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه أم لديهم من الشرك ما ينافيها. وأول من يقوم بهذا هذه الرابطة، رابطة العالم الإسلامي. إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه الحقيقة، وهي أن لا إله إلا الله، فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سمع. وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفيه وإنكاره وبيان الحق في جانبه. ويتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بانفراده بما يختص به من الأسماء والصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وله من الأسماء الحسنى والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعقيدة في هذه الناحية بالذات
واضحة سليمة بينة ليس فيها قلق وليس فيها نكد، وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدبر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، تجد أنهم في غاية الأدب مع النصوص، لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها، يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة، وينفون ما نفى الله عن نفسه من الأوصاف على وجه الحقيقة. توحيد الأمة الإسلامية على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، أمر ضروري، لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل، يتعلق بالمعبود. فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها وما يستحق من الأسماء والصفات. ويجب على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيد الأمة الإسلامية على هذا الأصل، حتى لا تتفرق، حتى لا تزيغ. رضي من رضي وسخط من سخط. ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا. لذلك لا بد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. هل يمكن لأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها، هل هو في السماء أو في الأرض، هل هو بائن من خلقه عال عليهم أو هو مختلط بهم في أماكنهم؟ لا يمكن، لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء. فلا اتفاق مع هذا الاختلاف. وأرى أن يبحث في هذا الأمر بحثا دقيقا، وتكون له الهيئات أو اللجان الخبيرة البصيرة في هذا الأمر، وتضع منهجا واضحا سليما على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. لقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن كون الله تبارك وتعالى يضحك قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. اطمأن الرجل وآمن وبنى على هذا الإيمان ما سمعتم أنه لن يعدم من رب يضحك خيرا. فلا بد أن نتفق على هذه الحقيقة، أي على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة بدون أي روغان أو زيغ. قد يقول قائل: إننا لو أثرنا البحث في هذا حصل الاختلاف،
ولكننا نقول في الإجابة عن هذا إنه إذا كان مقصود العالم الوصول إلى الحق فلا يحصل الاختلاف، لا سيما في أمرك هذا. وهذه النية أعني نية الوصول إلى الحق بقطع النظر عمن قال به، هي التي يجب أن تكون سائدة بين العالم الإسلامي. والحق يجب أن يكون مقبولا من أي قائل به، والباطل يجب أن يكون مرفوضا من أي قائل به. لقد قال الله تبارك وتعالى وإذا عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فقال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر ما كان باطلا وسكت عما كان حقا. فإنهم تعللوا بشيئين، الأول أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، والثاني أن الله أمرهم بها، فأنكر الله أن يكون أمر بذلك وسكت عن أن يكونوا اقتدوا بآبائهم لأن هذا حق. والحق يجب أن يقبل من كل من تكلم به. كذلك يجب على الأمة الإسلامية في هذا الباب وغيره ألا تتنابز بالألقاب التي يقصد بها التشويه، كما يقال عن هؤلاء إنهم من الحزب الفلاني أو من الحزب الفلاني أو ما أشبه ذلك. يجب أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا، يجب أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. وإذا قدر أن أحدا شوه طائفة تعمل بالحق فالواجب أن يبين هذا وأن يقول نجلس حول بساط البحر وننظر هل ما قال هذا من التشويه ينطبق على الواقع أو لا، ثم بعد ذلك ندع هذا التنابز في الألقاب. الإيمان بالله يتضمن الرضا بحكمه الكوني والقدري، بحكمه الكوني والقدري، وأعني الحكم نفسه لا المحكوم به، فالمحكوم به قد يكون مرضيا وقد يكون غير مرضي، وقد يكون الرضا به مستحبا، لكن الحكم من حيث هو حكم الله يجب الرضا به. وأن يعتقد الإنسان أنه حق وأنه حكمة. من ذلك مثلا قضاء الله تبارك وتعالى بأن الخلق ينقسمون إلى مؤمن وكافر، هذا يجب الرضا به، يجب الرضا بهذا القضاء، وأن نعلم أن هذا هو الحكمة. ولولا الكفر لم يعرف الإيمان، كما أنه لولا القبيح لم يعرف حسن الجميل، فبضدها تتبين الأشياء. ولا يمكن أن ينكر أحد هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل، كما في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولكن علينا أن نحاول هداية الكافر بقدر المستطاع، فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فعليه.
القضاء الشرعي يجب أن نرضى به، نرضى بأن الله حرم هذا وأباح هذا، أوجب هذا ونهى عن هذا، يجب. ومع الرضا به يجب أن نطبقه لنكون أمة واحدة بدون تفرق. ومن ذلك أن نتفق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لأمر الله، حيث قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فإنها ستتفرق، يجب أن نرضى به، وهذا هو الواقع. لأنك إذا رأيت شخصا على منكر ولم تنهه عنه بقي هو على منكره وهو مخالف لك في منهجك، فيحصل الخلاف ويحصل الاختلاف. إذا رأيت شخصا أخل بالمعروف الذي يجب أن يقوم به فإنه سيخالفه. لو رأيت شخصا لا يصلي مع جماعة مثلا وسكت عنه بقي مخالفا لك وحصل بذلك الاختلاف. الإيمان بملائكة الله عز وجل هو أيضا من أصول العقيدة. الإيمان بالملائكة على اختلاف أحوالهم ووظائفهم وأعمالهم من أصول العقيدة التي جاءت بها الشريعة، فنؤمن بأن لله تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لكل واحد منهم وظيفة أو أكثر أمره الله بها، وإن كانوا من عالم الغيب في الأصل فإننا يجب أن نؤمن بالغيب. الإيمان بالكتب، يجب أن نؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله، وما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الكتب يجب أن يكون لدينا علم، أن يكون لدينا علم بأن جميعها منسوخ بهذا القرآن الكريم. وانظر التتابع في سورة المائدة، حيث ذكر الله التوراة ثم الإنجيل ثم هذا القرآن، وقال فيه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فنسخ جميع الكتب السابقة، لكن ما وافق الكتاب فهو ثابت بالكتاب، وما خالف القرآن فإنه قد نسخ ولم يبق شريعة يتعبد بها الخلق لله عز وجل. ويجب أن نحذر من بادرة بدأت تفوح رائحتها الكريهة
ألا وهي ما يسمى بتوحيد الأديان. فإن هذا المبدأ منكر عظيم، لأن مقتضاه ولازمه أن تكون الأديان السابقة باقية مقبولة عند الله مرضية له، وهو مبدأ خطير، ولا يمكن أن نوحد الأديان. وإن دين اليهود ودين النصارى بالنسبة لشريعة الله كسائر الأديان ليس مقبولا عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف يليق بنا أن نحاول ما يسمى بتوحيد الأديان؟ وهل هذا إلا محادة ومضادة لشريعة الله؟ وإذا كان النصارى قد كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف نتوحد معهم في دين؟ وإذا كان اليهود منكرة لرسالة عيسى، فكيف يتوحدون مع النصارى في الملة؟ ولهذا قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فإذا كان بعضهم نفى أن يكون البعض الآخر على شيء من الدين، فإننا نحن الذين نسخ الله الأديان السابقة بشريعة الإسلام لا يمكن أن نقول إنهم على شيء، بل هم ليسوا على شيء. وإذا قدر أن لليهود والنصارى خصائص في بعض الأحكام الشرعية، فهذا لأن عندهم من العلم بالشريعة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعلهم أميل إلى القبول من غيرهم، وليس المعنى أنهم على حق. واسمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أقسم بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد السماع من اليهود والنصارى، مجرد السماع حجة ملزمة، لأنهم لا يحتاجون إلى تفهيم، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولهذا كان مجرد سماع اليهود أو النصراني في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة قائمة عليه. فكيف نسمح لأنفسنا أن نتفوه بتوحيد الأديان الثلاثة؟ وأقول دين اليهود ليس دينا عند الله، وإن كانوا يرونه دينا لهم، ودين النصارى كذلك ليس دينا عند الله وإن كانوا يعتقدونه دينا. فهذا المبدأ المقيت الممقوت، هذا المبدأ المقيت الممقوت يجب أن يطرد من ساحة البحث ومن ساحة التفكير، لأنه لا مكان له. يجب أن تتوحد الأمة الإسلامية على هذا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننبهر
فيما كانت عليه الأمم النصرانية أو اليهودية من تقدم في أمور الدنيا، لأن المسلمين حين كانوا على الحق متحدين غلبوا من كانوا في وقتهم كهذه الأمم أو أقوى، لكن جاهدوهم بالقرآن فكانت الغلبة لهم، والله غالب على أمره وكلمة الله العليا. الإيمان بالرسل من العقيدة أيضا، يجب أن نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل إلى خلقه وأنه على حق وجاء بالحق، لكن الاتباع إنما هو لخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من سبق فما وافقت شريعته شريعتنا فهو شريعة لنا، وما خالفت فلا. ولا يخفى علينا جميعا أننا والحمد لله بإيماننا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنون بجميع الرسل، وأن من كفر بمحمد فهو كافر بكل رسول، حتى إن رسوله الذي أرسل إليه وهو يدعي أنه يتبعه هو كافر به. ولهذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض. وقال الله تعالى عن قوم الذين كذبوه: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يأتي رسول إلا نوح عليه الصلاة والسلام، لكن من كذب واحدا من الرسل فقد كذب بجنس الرسالة فيكون مكذبا لجميع المرسلين. اليوم الآخر الإيمان به موجب لاتفاق الأمة، لأن كل من خاف اليوم الآخر فلا بد أن يعمل بما جاءت به الشريعة، لأنه يخاف اليوم الآخر. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم يظلمون. والإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل المرء على تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، ولولا الإيمان باليوم الآخر ما عمل أحد خيرا قط إلا ما يراه تبعا لهواه. والأمة الإسلامية إذا آمنت باليوم الآخر وهي مؤمنة حقا به فلا بد أن تتوحد، ويحسن سلوكها وعبادتها ومعاملتها، والإيمان باليوم الآخر يتضمن أشياء كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، ذكر الضابط فقال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أيضا مما يستلزم توحيد الأمة على كلمة واحدة إذا آمنت به على حسب ما يجب. ولا يخفى أن الناس انقسموا فيه إلى أقسام ثلاثة: إلى قوم غلوا في إثبات القدر، وقوم فرطوا في إثبات القدر، وقوم توسطوا. يجب أن تكون هذه الفرق الثلاث متحدة على كلمة واحدة مقتبسة من الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولو أننا سرنا على ما تقتضيه هذه الأصول الستة لكانت قلوبنا مملوءة بالمحبة، محبة بعضنا ببعض والاحترام، ولكنا نسلك مسلك الذين آمنوا بهذه الأصول على الوجه السليم وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكانت لنا الهيبة بين الأمم. ولكن مع الأسف أن الناس اختلفوا وتفرقوا ودخلت فيهم الأعداء حتى جاسوا خلال الديار، وكان أمر الله تعالى مفعولا. أسأل الله تعالى أن يوحدنا جميعا على كلمة الحق، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه على كل شيء قدير. وإن لي أملا كبيرا في هذه الرابطة أن يكون لها أثر في توحيد الأمة الإسلامية على الحق، ولا مانع من أن تكون اللجان أو الهيئات للنظر فيما اختلف فيه المسلمون على وجه العدل والإنصاف حتى تكون الثمرة المرجوة من هذه الرابطة. وأخيرا أشكر لأخينا الدكتور عبد الله بن صالح بن عبيد أن حصل هذا اللقاء بدعوته، ثم أشكر كل من ساهم في إقامة هذه الرابطة على الوجه المطلوب. ولا ننسى أن نشكر خادم الحرمين الشريفين حيث تبرع بهذا المبنى الفخم الواسع الذي يدل على عنايته في ما ينفع المسلمين. نسأل الله أن يوفقه ويصلح له البطانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.